تعالى يا باشا كده اوريك مشكله جايه لنا. الموتوسيكل ده جاي لنا بمشكله ان هو ما بيرفعش زيت على وش السلندر من فوق على عروسه التكهات، مفيش زيت بيطلع من طرمبه الزيت. المهم كشفنا على الطبه ال 24 اللي هي على المصفى، وكشفنا على الطرمبه، وكشفنا على خراطيم السربنتينه، لقينا ده كله تمام ما فيهوش مشكله. المهم تعالى بقى انا اوريك المشكله فين. المشكله فين؟ شايف المجرى دي كده، المكان ده كده، المكان ده المفروض اللي هو بيرفع الزيت بينزل كده مع الجويب بتاع السلندر في المكان ده كده، ينزل لحد هنا كده، وبداية المجرى اللي بترفع زيت هنا بتكون بدايتها تحت هنا في الداخل هنا كده. شايف لما بصينا على مكان المجرى من تحت هنا كده لقينا مكانه مسدود، مسدود بقطعة من جوان قديم. يعني معناته الكلام ده معناته انه كان حد بينظف الجوان هنا كده، جوان وش الزيت ده، وتقريبا في بقايا بقت في المكان ده بدأت تتحرك لحد ما وصلت للأماكن بتاع مجرة الزيت وسدت المجرة. يعني انتوا شايفين انا بسلك اهوت، شايفين بتعمل ازاي؟ طيب دي عايزة تتسلك وتتنضف وتبدأ بمسدس الهواء تشيل البقايا اللي احنا شايفينها دي. شايفين كده؟ تعالوا معايا، شايفين البقايا ديت؟ ده كله اتنضف. هات صبعك كده يا باشا بعد اذنك عشان نطلع ده كده عليه. هاتوا على صبعك كده بعد اذنك. هات كده على صبعك يا باشا، هات 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 هات. شايفين ده؟ ده اللي سادد المجر بتاع الزيت، فده كله هيتغسل ويتنضف المكان ده كله، والمكان ده برضه في وش الزيت. وبعد ما نقفل هندور لكم المكنة ونوريها لكم وهي بترفع زيت. وكده بعد ما غسلنا ونضفنا وطلعنا الروايش اللي كانت سادة المجر، ادي المجرة دي سلكت اهيت، والمجرة دي سلك برضه اهيت اللي هي بتغذي السلندر، والمجرة دي رخرة سلك ده. دلوقتي هنقفل ونحط غيار زيت وندور لكم المكنة ونوريكم وهي بترفع زيت فوق هنا. وكده بعد ما قفلنا وظبطنا كل حاجة وحطينا غيار زيت جديد، تعالوا كده ندور المكنة ونشوف هترفع زيت ولا مش هترفع زيت. المفروض ترفع من المكان ده. دور كده يا باشا، على كده يا باشا اتفرج، المكنة بترفع زيت اهي، المكنة دايرة صلانسية وبترفع زيت. هو كده الشغل المظبوط، المكنة ترفع زيت بالوضع ده. بطل يا ابني. اتمنى ان انا اكون فدتكم عن حل مشكلة من المشاكل اللي بتجيلنا.